أسألك السؤال مرة لو تسمع أغاني لو لا؟ سامع أكيد. لا أكو فرق بين تسمع وسامع. يعني أنا في حياتي شوف لا ولن أتراجع. لا يمكن لي أنا إذا كذبت عليش ما أكذب على الله طبعا. إذا كذبت على الجمهور المتلقي لا أكذب على الله تعالى، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما فيني لا أجيب أمتنع أعتذر. لكن مسألة الأغاني بكل تأكيد عبر التاريخ مثلت في حضورها في العراق حضور طاغي. تروح تمشي بالشارع تسمع أغنية، تصعد سيارة تسمع أغنية، تصعد، فمن الطبيعي جدا يتناهى إلى مسامعك. لكن تقولي لي بهالعمر أنا هسه أروح أفتح الأدوات المعنية بالأغاني، بكل تأكيد لا وضع يسمح ولا ذائقة الآن. لكن أسمع موسيقى بكل تأكيد، أسمع موسيقى بكل تأكيد. لكن أروح أنا بها الآن بس بحياتي سامع؟ لا والله سامع طبعا، مرت في حياتي سمعت، ولا يمكن لأحد أن ينفي. على كل حال هل أن في هذا ذنب وكبيرة؟ الله تبارك وتعالى الفصل بين يديه، لا تعالى في هاي الأمور أكيد. لكن ليش تستهدف الشخص؟ أنت عاجز من مناقشة مناقشة علمية، لك أن تناقش الفكرة مناقشة علمية، ولك أن تفضي بآرائك وأن تقدم رأيا تبني رأيا علميا. طيب اعتقد البعض أن هذا يحرف الشباب، أن هذا ينزع منهم فكرة الدين والتقرب إلى الله بمجرد سماع الأغاني. يعني هسه هم الشباب، الشباب في جمهورية أفلاطون، هاي المثالية الصارمة التي يعيشها شبابنا اليوم في ظل هذا الأداء الرائع للطبقة السياسية وأحزاب السلطة، صنعوا وعيا. يعني هذا الحكي هذا نوع من الخلط، وهذا نوع من التعمية، يحاول البعض لفقرهم المعرفي. هؤلاء يعيشون حالة من التصحر الثقافي والمعرفي، عندهم تصحر معرفي ثقافي.